اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. بينضم لي في هذه اللحظات استاذنا الكبير استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي. استاذ عبد المنعم منورني ومشرفني. ازيك يا امير؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ بالتوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. يعني في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، بالتحديد نبتدي طبعا بالنادي الاهلي والمسيره الافريقيه والتحدي الهام اللي بيسير فيه النادي الاهلي خلال هذا الاسبوع بالتحديد. خلينا نتكلم في البدايه، كيف رايت مباراه الاهلي وفيتو كلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا شفت الاهلي في بدايات المباراه قلت ان الاهلي هيعمل مباراه كويسه، هيعمل نتيجه كويسه وهيعمل زي ما هو عامل مباراه كويسه، وشفت النادي الاهلي زي ما شفته في المباراه الاخيره حتى في الدوري. الاهلي في الدوري بيديك باور، بيدي جمهوره باور، بيدي طاقه كبيره للجمهور وامل كبير ان الـ 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 الامل موجود في اي بطوله بيشارك فيها، ودي ميزه النادي الاهلي اللي بيختلف فيها عن معظم الأندية التانية، الأندية البطولات مش الأندية الأندية العادية يعني. فبصراحة أنا كنت متوقع يا تعادل يفوز الأهلي، إنما آخر حاجة جت في دماغي هي خسارة النادي الأهلي. ليه؟ لأنه الأهلي في منحنى تصاعدي في الدوري وفي البطولة، يعني حتى في البطولة الأفريقية بغض النظر عنه لما يكسب ما يكسبش خارج ملعبه، لكن منحنى التصاعدي بالنسبة لي ده واضح، لتألق لعبته لتألق المدير الفني بتاعه. خرجت كنت في مكان كنت بصلي وخرجت فوجئت ان النتيجه 1-0 في اخر 4 دقائق، فطبعا اندهشت اندهاش طبيعي ومنطقي، لانك انت برضه بتتكلم عن فرقه بحجم النادي الاهلي والمنافس قوي، المنافس برضه الناس مش واخده بالها ان الاهلي بيلاعب منافس شديد ومنافس عنده امل ولسه منتشي بقاله 2 3 شهور بطوله الكونفدراليه مش اي. وخلي بال حضرتك دلوقتي برضه الناس مش حاطه في دماغها ان 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 الانديه الافريقيه حاليا اصبحت تختلف تماما عن الافريقيه الانديه قديما. زمان في الثمانينات والتسعينات، يمكن انت ما حضرتش الحاجات ديت، انا حضرتها في الثمانينات والثمانينات، كانت الثمانينات مثلا والتسعينات الاهلي بيلعب مثلا مع اي فريق الجمهور الاهلي يعد مثلا النهارده 5 النهارده 4 النهارده 3 النهارده 2، كان ممكن يكسب بره الانديه المصريه كلها. ده مقاولين صنع تاريخه بره من من افريقيا والزمالك وكل الانديه التي شاركت في البطوله الافريقيه صنعت تاريخ في هذه الايام، لان الانديه القويه كانت تعد على اصابع اليد الواحده يعني. فبالتالي منطقي ان الاهلي يكسب اي بطوله بيدخلها. فبقول لحضرتك ان زمان الامر اختلف عن دلوقتي. زمان زي ما بقول لحضرتك الاهلي كان يكسب بره واحيانا يكسب جوه، واسف يكسب بره واحيانا يعني كتير، ويكسب بره برضه كتير وبيحصل على بطولات عديده. الانديه الافريقيه اختلفت تماما، الملاعب اتغيرت تماما، القوه الانديه اصبحت تطمع في قوة افريقيه ظهرت زي مازيمبي يعني عشان بس جمهور الاهلي ما يقولش الاهلي ماله، لا الاهلي كويس ما فيش مشكله فيه، اي نعم ما خدش بطوله من 2013 ولكن الظروف بتعكسه في السنوات الاخيره. برغم اللي حصل وبرغم نتيجه الخساره، لكن انا متفائل بطبعي بالنسبه للنادي الاهلي انه محتاج 3 نقاط. بالزبط. 3 نقاط مهمين جدا من هذه المباراه، متصدر كمان مجموعه، يبقى متصدر المجموعه ويصعد من الباب الكبير. وده طبعا عهدنا بالنادي الاهلي، وده شيء شايفه منطقي وطبيعي، ولكن برضو انا مندهش لعدم تحقيق نقاط متعدده في البطولات او في دور المجموعات هذا العام. لانه برضو خلي بال حضرتك الاهلي المفروض يكون اختلف تماما من يناير عنه ما قبل يناير. تمام. بالإضافة إلى العناصر الكتيرة والعناصر المهمة اللي ضمها، ولكن طبعا لازم أقول على حاجة مهمة، وهي أن مع الأسف الشديد معظم الصفقات التي ضمها الأهلي في يناير لم ترق إلى طموحات جماهيرها. يعني لم تقدم المستوى المأمول منها، يعني هي مستواها كأسماء مستواها كلعيبه لا، هم هيلين وراعين من افضل الصفقات التي ضمها النادي الاهلي. كويس. ولكن شيء طبيعي يكون لسه عايز وقت شويه بالنسبه له. بص انا ما بحبش المباريات الجاهزه. ليه؟ لان النادي الاهلي المفروض اللي ينضم للنادي الاهلي ده يكون مكتمل
كامل الاوصاف زي ما بيقولوا، بمعنى بدنيا وذهنيا وينسجم سريعا، لان انت بتخش في منظومه مش يعني محتاج فيها انك تدخل سريعا، للاهلي محتاجك. كويس. فهتقول لي رمضان صبحي؟ لا، رمضان صبحي احد العناصر من ابناء النادي الاهلي، ومش محتاج انسجام لانه احد ابناء النادي الاهلي وعنده رمضان انسجام بتاع النادي الاهلي. حسين الشحات لسه جاي من بطوله كبيره زي العالم، بس والله هي مش مبررات جاهزه ولا حاجه يا استاذ عمنع. ما هو برضو انت ممكن كلاعب يبقى عليك بعض الضغوط الكبيره جدا، ودي حصلت على مدار كل الصفقات اللي حصلت لكل الانديه بشكل عام، او بتحديد ناديي القمه الاهلي والزمالك. لما بتجيب لعيب وبتضمه بيبقى السبوت عليه بشكل كبير جدا، تركيز معاه من كل الجوانب، فبالتالي بيبقى عليه ضغوط، بالتالي لسه عقبال ما بيتخلص من هذه الضغوط بياخد وقت. بيدخل نوع اسمه الشخصيه نفسها. طبعا انت اللاعب شخصيته ايه؟ شخصيته قادره على هضم واستيعاب الموقف اللي هو فيه ولا لسه محتاج؟ طب ده يظهر بعد قد ايه؟ ده يظهر على حسب الشخصيه. يعني حسين الشحات انا بصراحه انا مندهش. ليه؟ لان حسين الشحات المفروض انت تعرضت لاختبارات كبيره، واختبارات قدام انديه عالميه وفي دوري قوي، دوري ابطال اسيا والدوري الاماراتي والدوري، ولعبت كاس عالم للانديه، فبالتالي انت مش محتاج الفتره دي كلها عشان تدخل النادي الاهلي. يعني انت لغايه دلوقتي لعبت حوالي 15 مباراه في النادي الاهلي على ما اتذكر، او 12 15 مباراه، جاب هدف وصنع اربع اهداف. لا، دي نسبه بالنسبه لحسين الشحات نسبه قليله جدا. تمام. رمضان صبحي لم يقدم حتى هذه اللحظه المطلوب منه كنجم كبير، كنجم الاهلي مستعين بيه عشان يرفع من مستوى النادي الاهلي، مش الاهلي اللي يرفع من مستوى رمضان صبحي. كويس. خلي بالك الاهلي لم يستفد حتى هذه اللحظه من رمضان صبحي، لان انا حاسس ان رمضان صبحي برضو ما اعرفش ايه الحاجات. انا حاسس ان رمضان صبحي ما اتغيرش، يعني من سنه 2017 او 2016 بساعه ما خرج من مصر هو رمضان صبحي. انا كنت المفروض انت خرجت دوري انجليزي، يعني خبرات، يعني مباريات قويه، بغض ما هو انت برضو مجرد وجودك في مكان بس الدوري الانجليزي ده خبرات. طبعًا. تمام. تستفيد بقى، بتحتك بمدربين، تحتك بلعيبه، تحتك الاحتراف على الوجه الحقيقي. يعني عايز تفهمني ان وجوده في الدوري المصري حتى لعب كل مباريات افضل، ولا وجوده في نادي الانجليزي حتى لو لعب بعض الوقت؟ لان خلي بالك حضرتك الدوري الانجليزي مختلف، الاجواء مختلفه، الظروف مختلفه، فبالتالي انت المفروض يا رمضان يا صبحي تكون افضل من كده وتحقق طموحات جماهيرك. اللي انا شايفه من افضل صفقات النادي الاهلي في يناير هو حمدي فتحي، وبيظهر واضح جدا في غيابه عن النادي الاهلي. الاهلي بتاثر، تخيل الاهلي بتاثر، ان هو خلي بال حضرتك حمدي فتحي من اللعيبه اللي بتجيد دورين وعامل كده زي ايه، يعني عامل زي حاجه وصل بين الهجوم والدفاع، و انما اللي نافع الاهلي اكتر في عندك فاصل؟ لا مش فاصل. انا بس عايز اقطع حضرتك يعني بعد اذنك، يعني وبالتحديد على رمضان صبحي وحسين الشحات. موافق حضرتك جدا ان هما مش بالمستوى اللي خلي بالك انا بتكلم عن رمضان صبحي والشحات، لانه دول بيعتبروا صفقتين الجماهيريتين اللي جماهير النادي الاهلي والاهلي نفسهم بيعول عليهم كتير، نجوم شباك. وحتى هذه اللحظه لم يستفد الاهلي من العنصرين دول. طيب في المقابل معلش يعني في حاجه بسيطه جدا لازم تاخد بالها منها، اللي نفع الاهلي حاليا صفقاته القديمه اللي كانت مصابه ورجعت. يعني اجاي عامل مع النادي الاهلي من اروع المباريات طبعا، ولولا وجود اجاي الاهلي لم يكن في هذا المستوى. حاجه ثانيه، علي معلول قمه في المستوى، وقمه في المهاره، وقمه في الوعي التكتيكي، وقمه في تقديم نفسه بشكل. انت خلي بال حضرتك كل ما يلعب اكتر، كل ما تقول ان هذا اللاعب عامل زي الجوهره الثمينه، كل ما تقدم كل ما ازداد رونقه. وحسن فعل النادي الاهلي ان هو جدد معاه. نمره ثلاثه، عمرو السوليه انا شايف ان عمرو السوليه رجع للمستوى القديم ايام ما كان في الاسماعيلي قبل ما احترف. والكلام ده عمرو السوليه بيجيد الدفاعات بيجيد الادوار الدفاعيه بشكل محترف وجميل، والضغط على المنافس في نص الملعب، وكمان عندك بيصنع وبيجيب اهداف. صح. عندك محمد هاني، هل هذا محمد هاني اللي احنا نعرفه فتره كبيره؟ عنده الامكانيات والقدرات وحاسين بده، لكن لم يظهرها بالشكل المناسب والمطلوب. عندك كريم نيدفيد، كل هذه الاسماء هي التي صنعت الفارق مع النادي الاهلي، ولم تصنعها الصفقات الجديده اللي لو عملت المطلوب منها بالاضافه لتالق القدامى لا الاهلي كان هيبقى الامر مختلف تماما بالنسبه له. طيب مستعجل على السؤال الجاي؟ لا مش سؤال، انا عايز اعلق بس على حسين الشحات ورمضان صبحي.
ممكن الفترة دي مش في قمة مستواهم المتوقع من قبل جمهور النادي الأهلي ومن قبل كل المتابعين، لكن طبيعي جدا فترة كانت صعبة على النادي الأهلي قبل كده، قبل يناير جايين على هم على فترة صعبة جدا بالنسبة للفريق، فواحدة واحدة إن شاء الله أكيد هيعودوا لمستواهم، واحدة واحدة بإذن الله بندعمهم بكل قوة علشان إن شاء الله يساهموا مع النادي الأهلي بشكل أكبر، سواء من ناحية الأداء أو من ناحية النتائج، وده شيء متوقع بالنسبة لنجوم كبار جدا زي حسين الشحات وزي رمضان صبحي، مستني منهم الكتير إن شاء الله. اختلف معاك تاني؟ اختلف براحتك مش مشكلة. رمضان صبحي والشحات الأهلي المفروض ما يستناهمش، الاهلي ما استناهمش لهم اسمين كبيرين. الاهلي كان محتاجهم وجابهم في الفتره دي، والا كان استنى مثلا فتره من الفترات ويجيبوا فتره ثانيه. الاهلي كان مستنيهم عشان يدعموا النادي الاهلي في هذه الفتره تحديدا، حضرتك بتقول الاهلي في فتره حرجه، فكان من الطبيعي والمنطقي ان يكون رمضان ويكون حسين هم الداعمين الاساسيين للنادي الاهلي في هذه الفتره. انت قصدك حضرتك ان بشكل سريع يعني حكايه الصبر والكلام ده كليشيه معروف، وطبعا والنادي الاهلي دايما بيصبر على لعيبته، اي فريق عنده اي نجم بيجي له جديد لازم يصبر عليه، لانه في النهايه انت بتقدم. انا على فكره لا اختلف على امكانيات الشحات ولا اختلف على امكانيات رمضان صبحي، لكن انا كنت اتمنى انهم يظهروا بصوره سريعه يتغلبوا عن اي عوامل خارجيه اسرع من كده مع النادي الاهلي، ده كان شيء متوقع فارق صراحة. كان هيفرق مع النادي الاهلي، كان فارق كبير جدا. خلي بالك الماتشات اللي خارج بره مصر يعني محتاجه واحد زي حسين الشحات، محتاجه ظهور رمضان صبحي، محتاجه كل العناصر تكسب تساعد الاهلي في 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 مكسب محتاجه. انت خلي بالك اللي خلى الاهلي في هذا الموقف الصعب التوقف عن هذه المباراة ان الاهلي لم يكسب الا نقطة واحدة، نقطة شبيبة الثورة. كويس ماشي، بس اكيد كل الدعم رمضان صبحي، كل الدعم لحسين شحات ان هم برضو سريعا لمستواهم، وهم بالمناسبه كمان ساهموا في انتصارات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ممكن عشان هم لاعبين كبار جدا وجايين بمقابل مادي كبير، فكان سقف التوقعات كبير بالنسبه لامكانيات لاعبين بحجم رمضان صبحي وحسين شحات، منتظرين منهم المزيد ان شاء الله. نجمين كبيرين طبعا بلا شك الاهلي خلال الفتره اللي جايه، عشان كده انا بتكلم علشان يعني هم لو نجمين عاديين مش هنتكلم عليهم. بس كده طيب، خلينا نتكلم عن مستر لاسارتي بقى بالتحديد قبل ما نروح لمباراه تشيرت الثوره وهذه المباراه المصيريه. البعض من خلال قرايتي خلال الحلقه كده لبعض الاخبار في المواقع بيقول لك ان يوم الحساب بالنسبه لمستر لاسارتي مره واحده من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وان في جلسه وغضب من بعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ان الراجل ما دفعش بعض اللاعبين. هل الكلام ده في النادي الاهلي؟ حضرتك من ضمن الناس المقربين جدا للنادي والمتابعين بشكل كبير جدا للنادي واخبار وكل ما يخص النادي الاهلي، هل الكلام ده منطقي؟ هو طبعا ده بغض النظر عن قربي من النادي الاهلي او من عدمه، اي متابع للنادي الاهلي بيعرف ان الحساب في اخر الموسم، مهما يكن من امر لا حساب في منتصف الموسم الا في بعض النوادر. خلي بال حضرتك يعني برضه عشان ما نقولش النادي الاهلي لا عمل مشى في نص موسم، مشى في بدايات موسم، مشى لانه شايف ان الكيمياء بينه وبين بعض المدربين بس حصلت قليل قوي. لا بس حصل يعني حصل مرتين، يعني مثلا الكلام ده محتاج طبعا تاريخ ومحتاج نستعيد بعض الامور، لكن في النهايه خلينا نتكلم في الجزئيه بتاعتنا. لاسارتي ارقامه مع النادي الاهلي في الدوري المصري ارقام رائعه، عامل نتائج كويسة، ولكن هو في إفريقيا بس أنت بتتكلم على مدير فني ما خرجش من مكانه اللي هو فيه أو من بلاده إلا مع النادي الأهلي تحديدا في البطولات الإفريقية. اللي جرب إفريقيا هيلاقيها مختلفة تماما عن أي بطولة تانية. بطولة إفريقية مختلفة من المناخ مختلف، الأجواء مختلفة، الطيران اللي بياخد 13 ساعة و 14 ساعة مختلف، الإرهاق اللي بتصادفه قبل البطولات، فكل احنا مش عايزين نلتمس الأعذار، لأن برضو أنت بتتكلم في خبرات للنادي الأهلي، بتتكلم على تاريخ النادي الأهلي، بتتكلم على أكبر نادي في القارة حصل على 8 بطولات قارية أفريقية وعامل نتائج غير مسبوقة بالنسبة لأي نادي. لكن أنا من حكم متابعتي لاسارتي من خلال قراءاتي لمبارياته، من خلال سؤالي عنه لكثير من المتابعين للنادي الأهلي والمتنفذين في النادي الأهلي، في إجماع على شخصيته فعلا. أولا شخصيته شخصية قوية جدا، شخصية حبوبة وبتحب اللعيبة، وأزعم أن اللعيبة ما فيش مدرب بيحب لعبته ولعبته مش هيحبوه، مش هيبدوله نفس المشاعر يعني. فدي حاجة. الحاجة الثانية أنه هو
استطاع ان يصل الى توليفه مناسبه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن بالنسبه له هو لسه ما عرفش يظبط حته المباريات الخارجيه. ممكن يكون هو حاطط في دماغه شويه العنصر الدفاعي شويه، بحكم انه برضه بالنسبه له ان افريقيا مجهول، فبالتالي هو بيبقى عنده تحفظ دفاعي في بعض المباريات الخارجيه. طبعًا. وده اللي بيؤدي ان الاهلي يضغط في 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 اوقات غير مناسبه، وكمان مش عايزين نقول قله الخبرات، لا هو بس ممكن تكون برضو ايه رعونه من بعض لعيبه النادي الاهلي وقله خبره. مش عارف، بس مش عايز اقول لك ازاي ان الاهلي اصلا ما ينفعش اقول عليه قله خبره، انه ما بيعرفش يحافظ على الدقائق الاخيره. يعني خلي بالك الدقيقه 84 يجي فيك هدف، ومن هدف ممكن لولا قيمه كم من 10 خلال الفتره اللي فاتت دي سريعا قبل ما اروح للهاتف؟ ممكن اقول 6.5 7، وده كويس في جيد في شهرين طبعًا. بس طيب خلينا قبل بقى ما نتكلم او خلاص نتكلم عن مباراه شبيبه الثوره والاهلي ان شاء الله المقبله يوم السبت، خلينا ناخد على الهاتف الاستاذ ياسين معلومي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق الجزائريه. يا استاذ ياسين مساء الخير عليك. مساء الخير هشام، ومساء الخير لضيفك الكريم الدكتور عبد المنعم ثاني، وان شاء الله نديكم المعلومات. اهلا بحضرتك، ويعني عايزين نتكلم مع حضرتك عن مباراه الاهلي وشبيبه الثوره المقبله ان شاء الله هتكون يوم السبت القادم في الاسكندريه. كيف ترون هذه المباراه واستعدادات الفريق الجزائري لمباراه يوم السبت، وامتى موعد وصول كمان فريق شبيبه الثوره لمصر؟ شوف والله لحد الان انا شوف الحاجه اللي يمكن من يعني نوصلها للجمهور المصري، وان هذا النادي تاسس في سنه 2008، يعني عنده 10 سنوات. يعني وصوله الى هذا الدور انجاز كبير. الفارق بين النادي الاهلي وفريق الثوره هو 100 سنه، يعني 100 سنه 112 الفارق بين النادي الاهلي وفريق 102 كده الثوره 101 تمام. طبعا هو اسمه اتفضل. من جهة ثانية لا أحد أظن حتى يعني رئيس الفريق يتكلم بالأمس مدرب الفريق اللاعبين كلهم يقول لك احنا رايحين إلى شغل معركة تقريبا مستحيلة، لأنك باش تفوز على النادي الأهلي في عقد داره بمجموعة من اللاعبين الكبار اللي يلعبوا في المنتخب، يعني هذا أمر صعب وصعب يعني جدا. ولكن كرة القدم يعني كل شيء ممكن طبعا، كل شيء ممكن. هي مباراة 90 دقيقة، النادي الأهلي مجبر على الفوز، ربما شبيبة الثورة يكسب تعادل، يعني في حسابات تاع المدربين. ولكن نقول الحقيقة أن وصول نادي الثورة في ثاني مشاركة له إلى هذا الدور أنا أعتبره معجزة ومعجزة. معجزة. طيب عايز اتكلم عن الطموح بالنسبه لفريق شبيبه الثوره بعد ما هم خلاص دلوقتي متصدرين المجموعه بعد الجوله الخامسه بالتحديد من المجموعه، هل الطموح زاد شويه عند الفريق؟ عندهم دلوقتي امال كبيره في التاهل للادوار المقبله، ولا الامور بالنسبه لهم بيفكروا فيها ازاي؟ والله نقول لك حاجه، هذا الفريق وراه يعني شركه بتروليه كبيره، وراه رئيس نادي يعني يملك الاموال ويملك يعني كل شيء، وراه جمهور، وراه نظن الطموح. هو كان منذ 10 سنوات رئيس الفريق كان يقول انا طموحي اني نادي الاهلي المصري يلعب في مدينه الثوره، والطموح تاعه انه اتحقق، يعني تحقق انه فريق كبير يعني بقيمه النادي الاهلي ينزل ضيف يعني على المدينه تاعو. الطموح نقول لك لما لعب مع النادي الاهلي وعمل التعادل، نقول لك الطموح لدى اللاعبين راح يزيد، لدى الطاقم الفني راح يزيد. ولكن انا نقول لك حاجه، نعاود لك نقول لك ان الوصول لهذا الدور يعني ولا احد حتى في الجزائر، حتى في الجزائر العاصمه وما جاورها، ولا احد كان ينتظر يعني نادي الثوره راح يوصل لهذا الدور. طيب موعد وصول الفريق ان شاء الله للقاهره هيكون امتى؟ والله كل شوف لحد الان نظن الامور ما زال اكدتش، وانا نظن يعني يوم الاربعاء، يعني تقريبا هو فيه بين الجزائر والقاهره فيه رحلتين يوميا، واحده تابعه للخطوط الجزائريه والثانيه الخطوط المصريه. هو تقريبا حسب المعلومات اللي عندي يقولوا
يوم الاربعاء، ولكن وصلوا لحد الان ولا حتى تمام. استاذ ياسين معلومي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق الجزائريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. واسمه شكرا، عندي اضافه فقط. تفضل. نتمنى ان اللقاء، نتمنى فقط اللقاء انه يجرى في روح رياضيه عاليه. اكيد ان شاء الله. ما عدا هذا نقول ان فريق شبيبه الثورات متخوفين، من حكم التونسي. واسمه لماذا؟ يقول لك لانه يعني منذ بدايه البطوله حكم مرتين فريق الاهلي وفاز معاه مرتين. يقولوا حتى انه في الصحافه المصريه يقولوا انه حتى هو متعود على الكره المصريه، يعني بعيدا عن كل هذا وبعيدا عن الكواليس وبعيدا، انا اتمنى، فقط ان اللقاء يجرى في روح رياضيه، وان الفائز اللي يتمكن واسمه في الاخر انه يتوج بهذا التاج لافريقيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبكل تاكيد ان شاء الله المباراه تخرج بالروح الرياضيه والعلاقات القويه كمان ما بين الشعبين وبين الناديين، والامور كلها تبقى جيده باذن الله. وموضوع التحكيم ده شايف ان هو ملوش يعني موضع من الاعراب الكلام على التحكيم قبل هذه المباراه، بالتحديد السلمي اللي هو الحكم التونسي اللي هيقود هذه المباراه، هم بيتكلموا يعني ان الاهلي لعب معاه في هذه البطوله مرتين، مره امام فريق جيما ابا جيفار. لا مرتين بس. كان في مره في البطوله العربيه كمان، كان في مره في البطوله العربيه. بالظبط. جيما ابا جيفار في مصر والاهلي كسب 2-0، وفيتا كلوب والاهلي كسب 2-0 برضه هنا في مصر، يعني هم واخدينها من المنطلق ده، لكن اكيد مش مقياس اطلاقا يعني. هو ممكن يجامل النادي الاهلي عشان مش مقياس خالص يعني, هو علشان انا حكمت لي يعني حكمت ماتشين ثلاثه الفريق يبقى انا هجامل هذا الفريق. مش حاجه مش منطقيه يعني. لا طبعا غير منطقي، ولكن خلي بال حضرتك برضه ده منطقي وطبيعي ان الناس كل اي حد قبل البطوله اي مباراه مهمه فبتلاقي كلام بيطلع من هنا ومن هنا. طبعا احنا تعودنا عليها يعني، فبالك بالنادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي شيء طبيعي يعني. المباراه بقى حضرتك شايفها ازاي، مباراه الاهلي وشبيبه الثوره، وايه المطلوب من عناصر النادي الاهلي سواء جهاز فني او لاعبين، واهم عنصر كمان عنصر الجمهور؟ انا مش خايف. تمام. لسبب بسيط زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، خبرات النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، جهاز الفني للنادي الاهلي قادر على انه يتجاوز هذه المباراه المهمه. الاهلي صعبها على نفسه. الاهلي هو اللي وصل نفسه ان هو يبقى يعني يوصل لهذه النقطه ان هو لازم يكسب المباراه عشان يتاهل للمباراه الدور او الدور الثاني او دور الثمانيه. لكن في كل الاحوال طالما وصلنا الى هذه النقطه فبالتالي لازم نتكلم في هذه الظروف، وهذه الظروف تحتم عده اعتبارات فنيه وعده اعتبارات اداريه وعده اعتبارات متعلقه بامور كثيره. اولا من الان طبعا انا عارف انه المفروض يكون في تدريب بكره صباحا او الساعه 9 ان شاء الله. بالظبط كده، تدريب 9 صباحا. هذا التدريب يعني يبقى فيه تركيز وتاكيد من الجهاز الفني على اغلاق اي عوامل خارجيه تؤثر على النادي الاهلي، بمعنى لا كلام ولا اي حديث في المعسكر او في التدريبات او في البيت عند اللاعب، ما يروح البيت عنده الا عن المباراه والتركيز في المباراه، التركيز الكامل والكافي، لانك انت مصيرك الاهلي واستمراره في البطوله معلق على هذه المباراه، فبالتالي لا مجال لاي تهاون ولا مجال لاي عدم تركيز ولا مجال لاي امور تخرج اللاعبين عن النطاق. نمره اثنين، الجهاز الفني لازم يعني يعكف، وطبعا لاسرتي طبعا عايش في مصر هنا، فبالتالي كل تفكيره مصب على هذه المباراه والعناصر الافضل في انها يعني يشركها في هذه المباراه. طبعا اهم عنصر الناس مش واخده بالها منه هو عنصر حراسه المرمى. كويس. حراسه المرمى وجود علي لطفي، طبعا انا وانت يمكن سمعنا قبل الهوا ان هو ربما يكون دخل تشكيل افضل 11. لسه الخبر مش مؤكد، ولكن في كل الاحوال حتى لو كانت شائعه مجرد ذكر علي لطفي صح. في انه يدخل الترشيحات او دائره الترشيحات تشكيله الجوله، فهي فكل ذلك عباره عن دعم كبير للغايه لعلي لطفي. كويس. علي لطفي مشكلته الاساسيه مع النادي الاهلي انه حظه وحش، لكن هو حارس امكاناته عاليه وحاس عنده خبرات، الناس مش واخده بالها ان علي لطفي حارس منتخبات من جيل اصلا محمد صلاح ومن جيل مروان محسن ومن جيل اللي لعب مباريات افريقيه كثيره مع هاني رمزي لما كان مسؤول عن المنتخب الاولمبي، وحتى انا سافرت معاه كذا سفريه، كان هو ابو جبل وكان محمد بسام الحراس الاساسيين للمنتخب، وكان علي لطفي احد العناصر الاساسيه اللي بتشارك بصفه اساسيه، فبالتالي
ممكن انت في هذه المباراه يكون مكاسبك كتيره جدا، منها حراسه المرمى، ومنها زي ما انت كسبت الشناوي السنه اللي فاتت وبقى حارس رقم واحد وحارس مصر في الموديل. ايه المانع ان تكسب حارس مرمى بشيء من التعقل وبشيء من الرؤيه انا قريت في بعض الكلام ما عجبنيش بصراحه، ان ممكن محمد الشناوي يلعب ببعض المسكنات ورباط ضاغط على المكان الالم، انا شايفه مغامره غير محسوبه العواقب، لكن ممكن يكون السيناريو البديل والافضل هو تدريب احد اللاعبين على، بس اهم حاجه مش تدريبه خلاص يعني، ما اجيبش واحد كده ومن 11 اقول له تعالى انت تدرب على حراسه المرمى وخلاص، لا واحد يكون يمتلك المواصفات، حد طويل، حد مثلا عنده رشاقه، عنده مرونه، وفي النهايه هيلعب يعني، مش هيتقال اسمه ان هو يبقى حارس بس، لا ممكن يشارك كمان في المباراه، وان شاء الله ما نلجاش او الاهلي لا يلجا الى الحل ده، والاهلي ان شاء الله يحسم الـ 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 المباراة. لكن انا لغايه دلوقتي ما اعرفش هيلعب بمين في التشكيل، لكن اي لاعب من النادي الاهلي لازم يحط في دماغه ان هذه المباراه مفصليه، لانه الاهلي من حوالي 6 سنين لما حصل على هذا اللقب وعيب على لعيبه في حجم النادي الاهلي انه البطوله تخرج منه 6 مرات ورا بعض. تمام ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي يقدروا ان هم يفوزوا باللقب هذا الموسم. بمناسبه موضوع الشناوي والحارس البديل وكده، لسه 4 5 ايام يا جماعه عن المباراه، الامور كلها حبان بعد الكشف اللي هيحصل لمحمد الشناوي النهارده او بكره ان شاء الله بالكتير، هيبان هل ممكن يبقى متواجد على دكه البدلاء ولا لا، وده اللي ان شاء الله هيبان ونتمنى انه يحصل، واكيد كل الدعم لعلي لطفي. استاذ عبد المنعم فهمي نورتني وشرفتني، وانا كنت سعيد طبعا حضرتك معايا النهارده. وانا اسعد بوجودي مع حضرتك. استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي كان معانا في فقره اخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.